الكرام نتواصل ونجدد اللقاء من جديد. شوطنا 17 للجعدان الحجايق الاربع كيلومتر، مسافتنا هي المقررة والمعتادة لهذا السن من هنا من ميدان سويحان. نتواصل عبر قناة بوظبي الرياضية من تتابعون هذه الانطلاقات وهذه الأحداث لمهرجاننا هذا، مهرجان قصر الحسن. نذهب مباشرة مع هذا الكم والعد الهائل من القعدان المشاركات في هذا الشوط. نذهب إلى مقدمة الشوط، نرى من يسيطر مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول في المقدمة والبداية. الباز تعود الملكية لمحمد بن سعود بن علي الفهيدة المري، ومن الجانب الآخر قدمنا يا أبو حياب ونرى المركز الثاني. يا سلام، مجموعة من القعدان في موقع واحد في هذا الشوط. من الجانب الآخر من تسلل مباشرة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول. يا سلام، الواصل والمنطلق في هذه اللحظات يتقدم أرى شاهين علي بن فايل بن حمد الزرعي، ومن الجانب الآخر الأسامي مشاهدين الكرام من تتضح في هذه اللحظات. وصل هنا ينطلق الدرع فهد بن سليم بن علي، فهد بن سليم بن علي العويسي، ومن الجانب الآخر مشاهدين الكرام هنا القادم والواصل. يا سلام، ستة من القعدان على الصدارة، ما شاء الله وتبارك الله على هذا الإبداع وعلى هذا الأداء. مشاهدين الكرام يتقدم ينطلق ناصي حمد بن عبد الله بن سعيد الدرعي، هكذا النداء للمراكز المتقدمة. نعود مع البداية، نعود مع مقدمة الشوط. الدرعة في مقدمة الشوط، فهد بن سليم بن علي العويسي مع مقدمة الشوط. يا سلام، هو منطلق بكل قوة على المركز الأول على الصدارة على المقدمة والانطلاق الأول والمسار الأول. يا سلام، هنا من يصل في هذه اللحظات ينطلق. مشاهدين الكرام، المشير محمد بن محنى بن لويع العامري من يقدم لنا المشير مع المركز الثاني. ثالث المراكز الباز محمد بن سعود بن علي الفهيدة المري مع المركز الثالث. رابع المراكز أرى اللي هو الدرع مع المركز الرابع. ويا سلام، يدرع فهد بن سليم بن علي العويسي من يقدم لنا الدرع مشاهدين الكرام مع المركز الرابع. الوصول والقدوم مشاهدينا الكرام من مكلف حمد بن سالم بن علي بن قهويل النابت من يقدم لنا هذا الاسم. مشاهدينا الكرام، نعود مع البداية، نعود مع الانطلاق، نعود مع المسار الأول ومقدمة الشوط والمركز الأول. يا سلام، هنا المقدمة، المقدمة من شاهين عبد الله بن مظفر بن محمد العامري. يا سلام، الوصول والقدوم مشاهدين الكرام من المشير، تعود الملكية لمحمد بن محنى بن لويع العامري، ولكن الباز بالفعل الباز ما يسلم المركز الثاني عين مقدمة الشوط. غير مباشرة لمحمد بن سعود بن علي الفهيدة المري. ترى لمن السيارة من المشاركين، يا سلام، من الملاك من أهالي القعدان، الكل باحث عن ناموس، الكل باحث عن انتصار طعمه غير في هذا المهرجان. المركز الثالث مكلف حمد بن سالم بن علي بن قهويل من يقدم لنا مكلف. يا سلام، ولكن من اللي وصل راهي محمد بن صالح بن عبد الله بن حبتون العامري، وصل هنا ووصل في هذه اللحظات راهي وسلالة راهي أول إذا على مشاهدين الكرام مع المركز الرابع. خامس المراكز ما شاء الله تبارك الله من اللي وصل هنا وانطلق بهذا المسار. شاهين، وصل شاهين، تعود الملكية لحمد بن نصيب بن سهيل بن يطبع العامري، ما يبنى لطاري إلا مع هذا الموقع. الوصول والقدوم من الجانب الآخر اللي قادم بكل قوة مصيح جابر بن محمد بن علي الوهيبي. هنا الأسامي بدأت تظهر، الانطلاق بدأ يحلو من القعدان الحجايق في موقع واحد. يا سلام، هنا التقدم الممتاز من راهي مع البداية، راهي مع مقدمة الشوط مع المركز الأول يسيطر مع البداية. يا سلام، محمد بن صالح بن عبد الله بن حبتور العام يركز، أركز يا رعطير أركز، ولكن هنا وصل بن يطبع. يا سلام، من يقدم لنا هذا
الاسم اللي هو حمد بن نصيب بن سهيل بن يطبع العامري. يا سلام اهالي المصانع الجنوب باحثين عن سيارة باحثين عن النواميس، ولكن من اللي وصل في هذه اللحظات الوسمي؟ وصل الوسمي خليفة بن محمد بن عبد الله بن عاضد المهيري مع المركز الثالث، ومن القارب الاخر راهي تعود الملكية لمحمد بن صالح بن عبد الله بن حبتور العامري. يا سلام المركز الرابع الشيء القادم هنا بحر حمد بن دودة بن سالمين العامري. الأسامي بدأت تظهر، الانطلاق بدأ يحلو، الرقص مع الحقائق هنا في هذا الشوط. أمتار قليلة عن السيارة، ولكن بن يطبع في المقدمة مع الناموس شاهين، مع البداية شاهين، مع المقدمة شاهين. حمد بن نصيب بن سهيل بن يطبع العامري أسعدت صباح نهالي المصارع الجنوب على هذا الحضور، على هذا الحضور المشرف. هنا مشاهدين الكرام غادر بالناموس، هنياني لك يا ابن يطبع، هنياني لك على الناموس والفوز. يا سلام هذا الانتصار والناموس. حمد بن نصيب بن سهيل بن يطبع العامري سعدت صباحا لهالي المصانع الجنوبية بالأخص في هذا الشوط مع التهنية والناموس لشاهين المركز الثاني. راهي محمد صالح عبد الله بن حبتور العامري المركز الثالث. كان من نصيب مشاهدين الكرام شاهين سعيد بن أحمد براشد بن محمد المنصوري. أما المركز الرابع كان من نصيب رابع المراكز مشوش خالد حميد المهيري. أما المركز الخامس كان من نصيب مشاهدينا الكرام بالفعل بحر حمد بن دودة بن سالمين العام. نذهب للتوقيت الزمني وإلى الشاهين، 6 دقائق مشاهدينا الكرام وبدون ثواني، 6 من الأجزاء تهانينا والناموس لمالك شاهين حمد بن نصيب بن سهيل بن طبع العامري. المركز الثاني راهي محمد بن صالح عبد الله بن حبتور العامري، قطع المسافه زمن قدر 6 دقائق ثانيه 4 من الأجزاء تهانينا والناموس لك يا ابو صالح على هذا الفوز. ثالث المراكز بالفعل اتى في ثالث المراكز شاهين سعيد بن احمد بن راشد بن محمد المنصوري، 6 دقائق ثانيه 6 من الأجزاء تهانينا والناموس لجميع الفائزين.